السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم افضل المراحل اللي خاصكم تتبعوا باش ما تطيحوش في المشكلة ديال الخروج عن الموضوع نهار الامتحان الجهوي. كنت ديجا عطيتكم الفيديو اللي فيه اهم المراحل بلي ديطاي، واني في هذا الفيديو غادي نختصر لكم وغادي نوريكم اشنو الحوايج اللي ما خصكمش انكم تزقلوها ملي تكونوا كتقراو في البروديكسيون ايكريت باش ما توليوش طايحين في المشكله ديال اوغ سوجي وتوليو خارجين على الموضوع وتاخذوا صفر على البروديكسيون ايكريت ديالكم. دائما نعطيو الوقت للبروديكسيون ايكريت حيت عليها 10 ديال النقاط والروايات كيكون عليها 10 ديال النقاط، يعني بحال بحال خاصني اوموا نجيب 5 على 10 من البروديكسيون إكريت. نبداو على بركة الله أهم مرحلة. بطبيعة الحال المرحلة الأولى هي قراءة الموضوع، نقراو السوجي ليغ لو سوجي. مني كنقراه ماشي كنقراه وكندوز، لا، مني كنقرا لو سوجي وكنعاود نقرا لو سوجي خاصني ضروري ما نسطر ولا نماركي بالماركور ديالي لي موكلي، أهم الكلمات المفتاحية، يعني أشنو هو لو تيم اللي كيدوي عليه لو سوجي، شنو هما الكلمات اللي كيتعاودو في داك لو سوجي، حيت هادوك الكلمات غادي نبغيهم وغنستعنو بيهم مني نبغي ندير لانتخودكسيون ديالي. مثلا عندي لا سوليتود، عندي لي زامي، عندي اي كلمه عندها علاقه بلو تيم اللي كاين في البروديكسيون ايكريت خصني نسطر عليها. المرحله الثانيه من بعد ما كنسطر على اهم الكلمات المفتاحيه كندوز غوليغ لو سيجي، نعاود نقرا الموضوع ديالي، يعني قريت وحددت الموضوع ديال البروديكسيون ايكريت وعرفت شنو هما الكلمات اللي خصني نبقى كنستعمل. مني كنعاود نقرا لو سوجي المره الثانيه والثالثه الرابعه الخامسه حيت خصني نقرا السوجي بزاف ديال المرات، ضروري ما خصني نحدد لو بلون، بريسيزي لو بلون، نحدد لو بلون اللي غادي نخدم به. غالبا نهار الامتحان كنبقاو نخدمو بلو بلون ديالكتيك او لو بلون سامبل. بالنسبه لو بلون كونسيسيف ما كيزعموش عليه بزاف حيت فيه شويه حيت كيجيكم غريب وما متعودينش عليه، كنخدمو يا اما بلو بلون سامبل يا اما بلو بلون ديالكتيك. مني كنكون خدام بلو بلون سامبل كنعطي لو بوين دو فيو ديالي في لو ديفلوبمون، يعني في العرض كنعطي وجهه النظر ديالي وهاد وجهه النظر ديالي كنقول علاش قلت بحال هكا، كنعطي دي زارغيمون باش كن ندعم ديك الوجهه ديال النظر ديالي. الا كنت خدام في لو بلون ديالكتيك هنا كتكون عندي الخدمه حيت كيكونوا عندي جوج ديال الفكرات اللي هما متضادين، كتكون عندي لاتيز وكتكون عندي لونتيتيز، كتكونوا كيكونوا عندي جوج ديال الفقرات في العرض على العكس ديال لو بلون سامبل اللي كتكون فيه فقره واحده. كنحددو لو بلون ماشي غنبداو نكتبو مباشره، مي كنعرف العرض ديالي واش غتكون فيه فقره ولا جوج ديال الفقرات. وملاحظه ثاني بالنسبه لك تخدم بلو بلون ديالكتيك راه الراي ديالك كتخليه حتى للكونكلوزيون حتى للخاتمه. المرحله المواليه هي تصوبو لانتروديكسيون غي دي جي لانتروديكسيون، المقدمه عطيوها الوقت ديالها الكافي، راه ماشي الدعوه انك تصوب العرض كتر من الحجج والامثله وانت اصلا عندك لانتروديكسيون غلط، راه لانتروديكسيون هي اللي كتخلي المصحح يكمل القراءه ديال داك البروديكسيون ايكريت ديالك. دونك عطيو للمقدمه اهميه كثيره وحاولوا انكم ما تكثروش فيها وفي نفس الوقت ما ديروش الاغلاط بزاف وتشيروا الموضوع ديال لو تام اللي كيهضر عليه داك لو بروديكسيون ايكريت. ملي كتسالي لانتروديكسيون عندك الساعه كتدخل وكتبدا خدام فداك لو بلون اللي عزلتي ديالكتيك، كدير جوج ديال وجهات النظر بلون سامبل، كدير غير فقره واحده في العرض وكتسالي. بلون ديالكتيك كتكون فيه شويه الخدمه حيت خاصك تجيب لي زارغومون ديال الناس لي بوغ ولي زارغومون ديال الناس لي كونتر، كيبغي شويه ديال الوقت، يعني حاولوا انكم صوبوا المقدمه شي غير لا صوبتي الفقره الاولى ديال العرض مقاده لا تيز مقاده، راه ماشي الدعوه انك توصل حتى للخاتمه، الدعوه ان داكشي اللي كتبتي يكون فيه ما يتصحح. ابخي عاد كتصوبوا الكونكلوزيون ديالكم، كنتي خدام في بلون ديالكتيك عطي الراي ديالك، كنتي خدام في البلون سامبل راك ديجا عطيتي الراي ديالك في العرض. هادو باختصار اهم المراحل اللي خصكم تتبعوا. عاد ديك الساعه تبداو تقاتلوا على لي زارغيمون او واش هما صحاح وماشي صحاح، واش هي لارغيمون اللي خصني نلصق معاها مثال من الروايه اللي كتقراوها هاد السنه. هادشي كامل راكم غادي تخدموا عليه وغادي تزيدوا تخدموا عليه في هاد المده اللي باقا لكم قبل ما تدوزوا الامتحان الجهوي. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.